إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوفت بقناة الشعب البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرسي. إذن كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فرغم أن أمطار الخير تتساقط هنا بمدينة مرسي، فهذا لم يمنع واحد العدد كبير ديال المواطنين أنهم متابعينا الكرام أنهم يقوموا بجولات بشوارع مدينة مرتيل تحت هاد الأمطار الغزيرة اللي كتشهدها المدينة خلال هذه الفترة من مساء يومه السبت، أي تزامنا مع نهاية الأسبوع. معروف على مدينة مرتيل أنه مع نهاية كل أسبوع تشهد المدينة توافد واحد العدد كبير ديال المواطنين، سواء اللي ساكنين بمدينة مرتيل أو كذلك الزوار اللي كيجيو من باقي المدن القريبة من مدينة مرتيل. متابعينا الكرام، إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام مع هذه الزخات المطرية اللي كتشهدها الآن المدينة خلال هذه اللحظات. غادي نحاولوا من خلال هذا المباشر أننا نقوم بجولة في مختلف شوارع مدينة مرتيل، نشوفوا الأجواء كيف هي على مستوى هذه المدينة الجميلة وهذه المدينة الهادئة. الإشارة متابعينا الكرام، فمدينة مرتيل فكذلك هي شهدت عاصفة ديال الرياح القوية خلال فترة ليلة الخميس الجمعة، شأنها كشأن مجموعة من المدن المغربية. والآن يعود الهدوء والسكينة تعود لمدينة مرتيل كيف كتشاهدوا معنا، فمجموعة ديال المواطنين يعني كيقوموا بجولات تحت هذا الأمطار ديال الخير اللي كتساقط خلال هذه الفترة. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام، وهكذا تبدو شوارع مدينة مرتيل تزامنا مع نهاية الأسبوع وكذلك تزامنا مع تساقط أمطار الخير خلال هذه الفترة من مساء يومه السبت. إذن متابعينا الكرام، نتمنى إن شاء الله أن الله عز وجل أن يرحمنا بأمطار الخير، وأن هذه الأمطار ديال الخير تعرفها مجموعة من المدن المغربية ماشي فقط هنا بمدينة مرتيل. إذن هذه الأجواء كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام بعد هذه الزخات المطرية الغزيرة اللي عرفتها المدينة قبل لحظات، نحمد الله ونشكره. أثنان نو يورن، الحمد لله الحمد لله خير ديال الله من وادلو. إذن مدينة وادلو متابعينا الكرام تشهد تساقط أمطار الخير، شأنها كشأن مدينة مرتيل. يعني الآن متابعينا الكرام نتواجد بإحدى الساحات اللي معروفة هنا بمدينة مرتيل، وهي ساحة الريو، إحدى أشهر الساحات المجاورة لكورنيش مدينة مرتيل وكذلك لشاطئ مدينة مرتيل. هذه ساحة الريو اللي معروفة هنا بمدينة مرتيل متابعينا الكرام، وهذه الأجواء هنا بهذه الساحة الجميلة وهذه الساحة الهادئة. وغادي نحاولوا أننا نروحوا على مستوى كورنيش المدينة كيف دايرة الأجواء هنا بكورنيش المدينة. ميلود، السلام عليكم. السلام أخي ميلود، أحد متابعي قناة شوفت بقناة الشعب، كيف هي دايرة الأجواء عندكم بالمدينة ديالكم وشرفنا شمن مدينة؟ إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام هنا مباشرة من مدينة مرتيل طبيعة الحال، فالرياح تزداد متابعينا الكرام على مستوى كورنيش المدينة كيف كتسمعوا الرياح، فتبدو قوية هنا على مستوى كورنيش المدينة. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام على التساقطات المطرية اللي كنعرفها مدينة مرتيل خلال هذه الفترة من مساء يومه السبت، يعني تزامنا مع نهاية الأسبوع. غادي نحاولوا أننا نقول لكم الأجواء على مستوى كورنيش المدينة بعد هذه التساقطات المطرية الخفيفة.
ميلود ميلود مدينة صفرو، كيف الجو عندكم في مدينة صفرو؟ واش عندكم شي تلج؟ واش كاين شي برد؟ واش كاين شي شتا كيطيح بحال اللي كاين هنا بمدينة مرتيل؟ مدينة مرتيل كتعرف أمطار الخير. حسن الريفي كيتمنى من الله عز وجل أن أمطار الخير تزيد، يعني تساقط من خلال الرموز اللي علق بها على هاد المباشر. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام، بغينا التعليقات ديالكم كيف دايرة الأجواء عندكم، وكذلك الدعوات ديالكم بأن يرحمنا الله عز وجل بأمطار الخير إن شاء الله. إذن بالنسبة للمتابعين ديالنا اللي عاد التحقوا بنا، نتواجد على مستوى كورنيش مدينة مرتيل حيث بداية تساقط أمطار الخير هنا بمدينة مرتيل. ميلود المدينة الصفرو كيقول كاين الريح والشتاء متابعينا الكرام. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام مباشرة من مدينة مرتيل حيث أجواء الشتاء تعرفها هاد المدينة الهادئة. وداد ريم اللهم صيبا نافعا آمين أختي ريم ولكل متابعينا الكرام. إثران نوا يورن كاين الريح بزاف قبل الشتاء 8 في الساعة في وادلاو، من جات الشتاء الحمد لله الحمد لله. إذا مدينة وادلاو هذه المدينة الجميلة والهادئة متابعينا الكرام فهي عرفت تساقطات مطرية في حدود 8 مساء. ميلود ميلود خصنا الثلج إن شاء الله، دابا يطيح الثلج إن شاء الله. إثران نوابين الله يزيد في الخير آمين. إذن مجموعة من التعليقات الجميلة متابعينا الكرام، يعني استبشارا بهذا الخير وبهذا الأمطار اللي رحمنا بها الله عز وجل، فكم أنت كبير يا الله، كم أنت كبير سبحانك، يعني تجود علينا بهذا الأمطار ديال الخير، فشكر والحمد لله. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام هنا مباشرة من مدينة مرتيل حيث يعني الأجواء ديال تساقط أمطار الخير كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور. يعني بين الفينة والأخرى تشهد المدينة يعني تساقطات مطرية اللي هي مهمة. إذن كيف قلت متابعينا الكرام، بغينا التعليقات ديالكم كيف دايرة الأجواء عندكم بالمدن ديالكم، واش نفس الأجواء اللي كاينة هنا بمدينة مرتيل تشهدها باقي المدن ديالكم؟ فاليوم هنا بمدينة مرتيل فكاين شوية ديال الأمطار ديال الخير اللي سقطت بين الفينة والأخرى فهي تتساقط مصحوبة برياح قوية تشهدها المدينة فهاد اللحظة. إذن ما تنساوش التعليقات ديالكم متابعينا الكرام هنا مباشرة من مدينة مرتيل حيث أجواء اللي هي جميلة جدا مع هذه التساقطات المطرية اللي كتعرفها المدينة. حسن لح مويدي السلام عليكم. وعليكم السلام أخي حسن لحم مويدي. إذن أخي حسن كيف دايرة الأجواء عندكم بالمدينة ديالكم؟ وش من مدينة يعني شرفنا بالمدينة ديالكم باش نتقسموا مع المتابعين ديالنا الأجواء بمختلف المدن المغربية. إذن هذه الأجواء متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور من خلال هذا البث المباشر مع بداية هذه التساقطات المطرية المهمة اللي كتعرفها مدينة مرتيل خلال هذه الفترة من مساء يومه السبت أي مع نهاية الأسبوع، حيث تشهد مدينة مرتيل يعني زيارة خاصة لمجموعة من المواطنين اللي كيجيو من باقي المدن القريبة من مدينة مرتيل، وكذلك السكان اللي كيخرجوا خلال نهاية كل أسبوع باش أنهم يتمتعوا بالأوقات ديالهم.
من المتابعين الكرام، نتمنى انكم تكونوا قضيتوا معنا فترات اللي هي جميله من خلال هذا البث المباشر، ونتمنى ان شاء الله ان الامطار الخير انها تعم جميع اقاليم ومدن المملكه بدون استثناء. عزوز عزوز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ديديكاس من الجزائر اليكم الاحباب، ربي يدومه ان شاء الله. تحيه خاصه العزوز من الجزائر الشقيقة، وخا وخا أحمد الشايب، السلام عليكم أخي الكريم، فين كاين هذا الخير؟ أنت عشته هذا الخير، أنت عشته، أجاوبك باللهجة ديالك ماشي باللهجة الشمالية. هذا الخير ديال الشتاء فهو كاين في مدينة مرتيل، ونتمنى إن شاء الله أن المدينة ديالك خويا أحمد الشهبي أنها كذلك تشهد هذا الأمطار ديال الخير. شرفنا بالمدينة ديالك. حسن الريفي، السلام عليكم، تحياتي أخي برشلونة. إذا السي حسن الريفي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبالضبط بمدينة برشلونة الإسبانية، تحية خاصة للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا. إذا هذه الأجواء متابعينا الكرام كيف كتتابعوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. كاين تساقطات مطرية مهمة تشهدها المدينة مع هبوب رياح قوية بين الفينة والأخرى اللي كتشهدها المدينة خلال هذه الفترة من مساء يومه السبت. محمد جاسر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لازلنا متابعين الكرام في هذا البث المباشر، وغادي نحاول أننا كذلك نقوم بجولة يعني على مستوى مدينة مرتيل. شوفوا كيف هي الأجواء مع التساقطات المطرية، فمدينة مرتيل تبدو متأنقة تحت هذه الأضواء الكاشفة مع التساقطات المطرية اللي عرفها المدينة. أحمد الشهبي، الحمد لله، الله يرحمنا، من مدينة بركان. إذا نتمنوا إن شاء الله أن مدينة بركان هذه المدينة الفلاحية بامتياز أنها تشهد يعني تساقط أمطار الخير. متابعينا الكرام، ما بقى لي كيف قلت الا انني نودعكم، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا قضيتوا معنا فترات اللي هي جميله خلال هذه الفتره من يومه السبت. بطبيعه الحال فالمدينه تشهد متابعينا الكرام حركه غير عاديه مع نهايه كل اسبوع. كتشاهدوا وخا أمطار الخير والجو متابعينا الكرام يعني غير صافي، ومع ذلك فهذا لم يمنع عدد كبير ديال المواطنين أنهم يخرجوا في جولة هنا بمدينة مرتيل. إذا المتابعي قناة شفتها بقناة الشعب، أتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معنا فترات هي جميلة، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.